موقف طارق حامد، موقف ابو جبل، موقف بن شرقي، ابرز الصفقات. انت قلت لي هو ممكن طارق حامد يجي الاهلي يا كابتن؟ والله ما اعرفش، انت اللي تعرف، هو الهواري هو اللي يعرف. ماشي طيب، خلينا كده كابتن بس اعقب على سؤال حضرتك لابو علي. الصفقه الاهم للنادي الاهلي اللي بيسعى لضمها احمد حجازي. احمد حجازي، احمد حجازي اسم مطروح بقوه جدا، حصل جس نبض بعد انتهاء الدوري السعودي. احمد حجازي هيحسم موقفه، وانا بقول لحضرتك قريب جدا من النادي الاهلي، والنادي الاهلي بيسعى بقوه جدا 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 لضم احمد حجازي. ماشي، ما اعتقدش ان الامور الماليه هي هتكون عائق خالص. عنده سنه لسه مع فريقه. تمام، ما اعتقدش ان الامور الماليه هتكون عائق خالص. الاهلي ضم بيرسي تاو بكام؟ ماشي، فمش هيستخسر في حجازي، لان انت عندك الاهلي بيعاني من ما تكلموش بقى، هو عايز يعطلك. لا يعني بنعاني من تراجع دفاعي. نبدا بطارق حامد يا كابتن. طارق رجع امبارح زي ما كنا انفرضنا ان هو راجع يوم 19، رجع بالفعل امبارح. النهارده تواجد في النادي، حصل معلش. لا معلش، بيقول الاهلي بيعاني، الاهلي بيعاني دفاعيا داخل في 14 جول. لا الاهلي بيعاني دفاعيا، الزمالك داخل في 22 جول، الاهلي كان بيدخل فيه 4 جوان في السنه. اتفضل طارق حامد. لا طارق رجع النهارده، تواجد في النادي، حصلت مصافحه عاديه جدا بينه وبين اداره الكوره، يعني مسؤولين اداره الكوره، ما حصلش اي كلام. لكن طارق حامد بكره هيتم اختاره بالتحقيق، بميعاد التحقيق. طارق هو في اسبانيا، الزمالك بلغه ان انت اما ترجع هيتحقق معاك، انت غبت ليه الفتره دي كلها، ايه البرنامج التأهيلي اللي انت خضعت ليه. كويس. وهيخضع للكشف الطبي بكره. طارق حامد هيقولوا له في يوم كذا انت عندك تحقيق، تعال بقى قول لنا كل اللي حصل. موقف فريرة ايه من طارق حامد؟ لا هو فريرا زعلان من موقف طارق. لان كمان لو رجعنا شويه كابتن، الماتش اللي طارق تعرض فيه للطرد وماتش انبي، طارق اتكلم مع فريرا وقال له انا عايز اسافر المنصوره وعايز اهل ومش عارفه ايه. الراجل ما اقتنعش وشايف ان انت لاعب معايا 8 ماتشات، انت ازاي مصاب وعايز تطلع تاهل. طيب ده واحد بالنسبه لطارق حامد. ابو جبل، ابو جبل نفس الموقف يا كابتن. ابو جبل هيخضع لكشف طبي. ابو جبل رجع من معسكر المنتخب بعد مباراه كوريا الجنوبيه، قال لهم انا عندي مشكله في العضله الضمه. ما شاركش طبعا، ما تواجدش في مباراه القمه، مش هيتواجد في مباراه البنك الاهلي، هيخضع لكشف طبي. الجهاز الطبي للزمالك على حسب ما انا اعرف انه بلغ اداره الكوره انه اصلا الاصابه اللي عند ابو جبل دي كان بيشارك عليها بشكل عادي جدا طول الموسم. حضرتك كنت حارس كبير وعارف ان ممكن يبقى الحارس عنده اصابه عضليه ويبقى متواجد عادي يعني ويشارك، بيتحمل عليها. بيتحمل. فابو جبل كان بيتحمل وبيشارك. فهم الاثنين هيخضعوا للكشف الطبي وهيخضعوا للتحقيق عشان الحقائق تبان والزمالك يقدر يحكم، سواء دوت تهرب، سواء دوت كان بيتمرض، ايا كان. بن شرقي، بن شرقي الايام اللي فاتت اتقال ان الزمالك فتح خطوط التفاوض مره اخرى مع اشرف بن شرقي، واشرف بن شرقي وافق ووقع 3 مواسم. الكلام ده غير صحيح تماما. نعم، كل اللي حصل. انا اخر تعليقات او تصريحات شايفها المسؤولين عن الكره في الزمالك انه قالوا لو لعب في مصر هيلعب للزمالك، لكن ما حدش قال انه طيب مضى 3 سنوات. لم يتم التفاوض معاه مره اخرى. الملف مقفول بتاع اللعيبه اللي عقودها بتخلص. انت كل اللي حصل مع بن شرقي يا كابتن على هامش احد التدريبات، مسؤولين الزمالك قالوا له انت لو حابب تجدد وتكمل في الزمالك الباب مفتوح، اهلا وسهلا. نعم، اللاعب قال لهم انا كده كده لو هنا انا معاكم. بن شرقي مكمل ل 30/8 ولا ممكن في 30/6 يفاجئ الناس زي فرجاني ساسي؟ وفقا لاحد المسؤولين او المفوضين في امور بن شرقي، قال لي ان هم هيتواجدوا خلال اول 7 او اخر 6 عشان يحطوا النقط على الحروف مع اداره الزمالك. الموقف ايه؟ طب يقدر يمشي امتى؟ لان طبعا الدوري لسه هيخلص 30/8 وهيكون كل الدوريات. طيب، عربيه اوروبيه انهت. السؤال الاخير في الملف ده، هل سيف الدين الجزيري العلاقه غير جيده فنيا بينه وبين فريرا؟ يعني العلاقة متوترة إلى حد ما، لأن حصل مناوشات كده على هامش أحد التدريبات قبل معسكر منتخب تونس. اللاعب فوجئ بأن هو خارج قائمة أحد المباريات، فاللاعب راح استفسر من المدير الفني بطريقة ما عجبتش فريرا. فهو اللاعب يعني خلاص هو عارف أن هو بعيد عن الصورة، ما نجح مع منتخب تونس، بيتألق مع منتخب تونس، لكن على النقيض تماما مع نادي الزمالك. تمام، ما بيظهرش.